السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين ديالنا المتابعين ديالنا الأوفياء. جينا الآن أمام واحد المعلمة، معلمة تاريخية من التراث البيضاوي القديم اللي عمر أزيد من قرن، أزيد من قرن 1922. هاد البناية أو هاد الصرح أو هاد السهريج أزيد من قرن منذ 1922 إلى الآن، شاهد على عصور، شاهد على تعاقب الملوك العلويين على الدولة المغربية، يعني هذا شاهد على العصر. لكن للأسف الشديد أنه هذا الشاهد أو هذا التراث المعماري التاريخي الآن كيتعرض لأسوأ أنواع الانقراض والتهديد. هاد المعلمة وهاد التراث يعني راه قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. وأكيد كنناشدوا المسؤولين أنهم يحافظوا على هاد التراث هذا، لأنه التراث ديال الكازاوا وديال المغاربه كاملين. كنذكروا بانه منذ سنه 1922 تم بناء هذا الصهريج، والصهريج كذلك الاخر اللي في منطقه بورغون كان الدور ديالهم دور فعال، لانه كانت الصهاريج ديال المياه كتجي لهنا امام هذا الصهريج هذا في هذه المنطقه هذه هنا كيوقفوا هنا فين واقف دابا انا. كيتم الملء ديالهم، يعني كيعمروا دوك الشاحنات او دوك الكاميوات ديال الماء، وكيتجهوا للحدائق العموميه باش يسقيو الحدائق العموميه. لكن مع التقدم اللي عرفته يعني البلاد ومساله الحدائق العموميه اللي ولات الان كتعتمد على ما يسمى بغوتاغوت، فالدور ديال هاد العوينات الحاره فما غاديش نقول انضطر، ولكن قل بشكل كبير بزاف. لانه الان اشنو ولا الان؟ الان ولا اشنو ولا الان دابا؟ الان ولا كيتم الاعتماد على هاد الصهاريج او هاد العوينات الحاره، كيتم الاعتماد على فقط ايام الجفاف وايام الصيف. لماذا؟ لانه في ايام الجفاف هاد الصهاريج اللي كتشوفوه معايا الان كيتم الملء ديالو عن طريق واد ام الربيع. واد ام الربيع اللي كيصب هنا في هاد الصهريج هذا في البير اللي فيه الداخل، فديري لي واحد البومبا، هذيك البومبا كتطلع المياه من البئر كتطلعها لهاد الصهريج او هاد الشريج اللي كتشوفوه الفوق. فكيجيو الشاحنات كما قلت من كل حد بوصوب من مدينه الدار البيضاء، كيجيو كيعمروا دوك الشاحنات وكينطلقوا من هنا كينطلقوا للحدائق العموميه بمدينه الدار البيضاء باش يسقيوها. ولكن كما قلت مع تقدم التكنولوجي ومساله غوتاغوت في الحدائق، فقل الدور ديال هاد الصهاريج هذه او هاد العوينات الحاره. ولكن اللي كيحس بالنفس هو انه المصير ديال هاد الصهاريج اللي كما قلنا شاهده على حقبه من التاريخ ديال المغرب، انه تصبح في هذا الشكل هذا وتصبح مهدده بالانقراض وبالانهيار. لهذا فكنتمناو انه المسؤولين سواء الوكاله الحضاريه سواء الجمعيات التراثيه اللي كتعنى بالتراث البيضاوي، فكنتمناو انها تدخل على الخط وتحاول تصلح هذه المعالم التاريخيه، لانها كتبقى معلمه. واكيد هذا ممر سياحي كيمروا منه السياح القادمين باتجاه المعلمة التاريخية مسجد الحسن الثاني. إذا من العيب أنهم يشوفوا هذه المعلمة اللي العمر ديالها أكثر من 100 سنة يشوفوها بهذا الشكل هذا. إذا كنتمناو أنه الرسالة توصل للمسؤولين كما قلت باش يعنوا بهذا التراث وهذا السهريج التاريخي